بدأ البابا فرانسيس بداية هذا الأسبوع زيارته الدولية الأولى منطلقاً إلى ريو دي جانيرو، حيث يجتمع آلاف الشباب القادمين من مختلف أنحاء العالم للمشاركة باليوم العالمي 28 للشباب. لقاء سيتميز هذه السنة بطابع قداسة البابا فرانسيس الخاص بالانطلاق نحو الضواحي وزيارة الفقراء والمرضى والمساجين. ويتوجه البابا فرانسيس إلى مزار عذراء أباريسيدا، ثم إلى مستشفى القديس فرانسيس المتخصص بتأهيل المدمنين، ثم إلى ضواحي ريو دي جانيرو حيث يسيطر الإجرام، تليها زيارة إلى المساجين. وقد كانت باستقبال البابا الرئيس البرازيلي ديلما روسيف مع عدد من فعاليات الكنيسة المحلية، كما دعت رئيسة الجمهورية جميع رؤساء أمريكا اللاتينية للمشاركة في هذا الاستقبال. واستقبل البابا على خليج كابو كابانا حوالي 2 مليون شاب وشابة قدموا من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في اليوم العالمي للشباب. Católica. Pode chegar. Conduzidos um pouco mais à frente. Aqui na frente, por favor. Bem-vindos, então, Jesus da Renovação Carismática, o Ministério Jovem. Sejam bem-vindos. في العراق تحولت كرة القدم إلى رياضة خطرة. أم إبراهيم وقفت تذرف الدموع عند قبر رمزي لابنها الذي قتل مع آخرين في هجوم انتحاري مزدوج بحزام ناسف وسيارة مفخخة استهدف ملعبا لكرة القدم في بغداد. عليها الجهال الأطفال هاي شعيتهم ذلك بس اشتغلوا هي طابة حتى الطابة ما خصوا منعتها. وشكل هذا الهجوم امتدادا لموجة العنف المتواصلة منذ أكثر من 10 سنوات، والتي باتت تستهدف أخيرا ملاعب كرة القدم الشعبية في بلاد تعشق هذه الرياضة وتعتبرها الجامع الوحيد لمجتمع منقسم طائفيا وسياسيا وحزبيا. استهداف طفل بريء في كل العالم، طفل واحد ممكن يسقط حكومة، في حين احنا أطفال أبرياء كبار نساء يستهدفون ولا عين ترف لا لسياسي ولا لمجرم ولا لمنظمة مجتمع مدني ولا لمنظمة إنسانية. وفي منطقة الزعفرانية في جنوب بغداد عاد اللاعبون إلى ملعب كرة القدم الخاص بالمنطقة بعد 10 أيام من انفجار سيارة مفخخة عند مدخله، خلفت وراءها 5 قتلى وأكثر من 10 جرحى، فقد أحدهم ساقه في 25 من شهر ماي الماضي. يريد يوقفون الحياة، فالحياة لازم تستمر، ما توقف الحياة، والإرهاب ما يخوفنا، ونبقى مستمرين ونعتمد على نفسنا بحماية أنفسنا في أنفسنا. هذا ودفع العنف ضد ممارسي لعبة كرة القدم الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في بداية شهر جويليا الحالي إلى عدم السماح بعد الآن بإقامة المباريات الودية على الملاعب العراقية.